تشارك وزارة المواصلات والاتصالات في معرض جيتكس 2016 المزمع إقامته في الفترة من 16 وحتى 20 من أكتوبر في إمارة دبي. تأتي مشاركة الوزارة ضمن الجناح الوطني البحريني الذي يقام تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد. هذا وتشارك وزارة المواصلات والاتصالات في الجناح الوطني البحريني إلى جانب 32 جهة مرتقب مشاركتها من القطاعين العام والخاص. تأتي مشاركة وزارة الاتصالات والمواصلات في هذه الفعالية ضمن حرصها على تعزيز تواجدها في مثل هذه المحافل الدولية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مواكبة آخر المستجدات في عالم تقنية المعلومات والاتصالات.